بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد، فسبق معكم قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فمن حرث وبذر وسقى وأعطى الزرع حقه من الرعاية والعناية هو الذي يرجو أن يحصد الحصاد الحسن، ومن غرس الشجر الصغير الجيد ثمر العطر الزهر فهذا هو الذي يرجو أن يرى جمال زهره وطيب ثمره. أولئك يرجون رحمة الله، بعد هذا الرجاء وبعد هذه الصفات الإيمان والهجرة والجهاد مع الرجاء، والله غفور رحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتعلم القرآن ما تعلم النطق به، الحديد ينطق والشريط ينطق والفيديو ينطق. الصحابة كانوا أميين لكن كانوا علماء القرآن، وكانوا يعلمون القرآن بروحانيتهم وبقلوبهم التي كانت مرآة تنعكس فيها أنوار الله وينطلع فيها كل علوم القرآن من عالم الغيب ومن حقائق محبوبات الله ورغباته تتمثل فيهم أعمالا وأخلاقا وسلوكا في السر والعلانية في الظاهر والباطن. فمن الإيمان حسن الخلق. أتى رجلا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: حسن الخلق. هذا من ثمرات شجرة الإيمان. الإيمان إذا كان كشجرة فهذا من ثمرات هذه الشجرة. فأتاه عن يساره وأعاد السؤال: ما الإيمان؟ فقال له: حسن الخلق. فأتاه من أمامه: ما الإيمان؟ حسن الخلق. من خلفه: حسن الخلق. ثم قال له: ألا تفقه؟ هو أن لا تغضب. متى تغضب؟ لما تجد تأتي الأمور على خلاف رغباتك، أو تأتي الأمور فيها إنزال من قيمتك ومنزلك ومنزلتك من قبل أخ من إخوانك. الله وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لما أراد أبو ذر أن يتعزز على بلال قائلا له: يا ابن السوداء، فشكاه إلى رسول الله فقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك سماك من إيمانك.
تعير أخاك وتشتمه بابن السوداء، أما علمت أنه ليس من البيضاء على ابن السوداء فضل؟ فهو الإيمان يظهر إذا كلام الذي تمثل عملا وخلقا ورضا وقبول وتطبيق تنفيذ، هذا بيكون في إيمان. وإذا غضب قال النبي بهذيني من الإحكي، هذا جاهلية على جاهلية ظلمات بعضها فوق بعض. لا، أبو ذر كان صاحب القلب النير والتربة الخصبة التي تنبت من كل زوج بهيج، فرجع إلى أبي ذر ووضع خده اليمين على التراب على الأرض وأقسم عليه يمينا بالله إلا أن يطأ بنعله خد أبي ذر كفارة لكلمته التي عيره بها. هذا هو أن لا تغضب، أي سيئة، لكن إن الحسنات يذهبن السيئات. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، هذا طريق التوبة وهذا طريق المغفرة. أما الأعلى من ذلك أن لا يغضب ولا يضع خده على الأرض ليوطأ بالنعل، كما ترى مع سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الحسين رضي الله عنهما وعلينا السلام. قل أتى رجل إليه لأمر ما، لحقد، لحسد، لدافع، لكيد كائد، عداوة عدو، فسبه وشتمه. ابن سيدنا الحسين كان قطب زمانه وابن رسول الله، سبوا حتى سبع. ما الإيمان؟ قال هو أن لا أغضب. هون هون المراجل أبي، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام عند الأضل. فأجابه وحول منه مريديه تلامسته وعبيده، لو بإشارة بتحلو فحم تحت نعالهم، فقال له إن كنت كما قلت، يا كذا يا كذا يا كذا عبسرني، إن كنت صادقا فيما تقوله لي فأستغفر الله لنفسي، فأستغفر الله إيش لنفسي، وإن لم أكن كما تقول أبتذر علي أبتعد علي فأستغفر الله لك، وإن لم أكن كما تقول فأستغفر الله لك. مستعدين تتقبلوا الإيمان حسن الخلق هو أن لا تغضب وأن تقابل السيئة بالحسنة. هذا القرآن، هذا علم القرآن. خيركم من تعلم قرآن وبعدين يعلمه، علمه وكمان علمه بإيش؟ ما بالكلام، الكلام هين، الحديد عن يحيي والورق الهشي، لكن الورق يفعل يحسن، يقلب الحروف إلى أعمال وأخلاق وسلوك. والإيمان حقيقة نور في القلب يشتعل بذكر الله وبالهجرة إلى العارفين بالله بعد رسول الله. فقل لي من تصاحب ومن تحب
ومن تجالس وأنا أقول لك من أنت. المرء على دين خليله. فصاحب تقيا عالما تنتفع به، فصحبة أهل الخير ترجى وتطلب. وإياك والفساق، صدق مجالسهم لا تصحبنهم، فقربهم يعدي وهذا مجرب، كما قيل طين لاصق. إذا فيك عطين بالزاد إجرك، أو مؤثر كذا دود مرج خضرة منه يسمو. دود اللي بتعيش المرج وبتعيش بين الخباشي وشي لونها وصفاتها من صفات جوها وبيئتها ومجلسها. فالقرآن يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الإيمان ما بدك تآمن بالقرآن؟ هي آية من الآيات. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، سواء كان غني أو فقير ينفق في سبيل الله بحسب حاله. والكاظمين الغيظ، ومن كتم غيظه ملك غضبه. هذا تعلم القرآن. فأنتوا عندكم استعداد تتعلموا الكاظمين الغيظ؟ ما تحكوها الولد صغير بحكيها يا ابني الكتاب، والورق بحكيها بالحبر، والشريط بحكيها بالنايلون، والراديو بحكيها، المراد بحكيها نقلقلها نمدها ندودها. هذا في هذا واجب النطق، لكن المقصود النطق لما العمل، لما الخلق. فسيدنا زيد العابدين والكاظمين الغيظ حافظه، تعلم القرآن، وكمان على علمه بأعماله. فقال له إن كنت كما تقول فأستغفر الله لنفسي، وإن لم أكن كما تقول فأستغفر الله لك. لو سفه يعني أحسن، يربح أكثر في الدنيا وفي الآخرة، يزيد عذاب، يزيد فقد، يزيد أذى. فإذا كنت رجال لا تعادي عدوك، ولكن عادي عداوته، لا تصارعه، لكن صارع عداوته فاهزمها وقتلها حتى يصير كأنه ولي حميم. هذا من الإيمان، إن الذين آمنوا والكاظمين الغيظ، بعدين والعافين عن الناس. عبيده كلهم بدهم يشفوا له أبدا، هذا اللي قريب. والقاضي والعبد، والله يحب المحسنين. فمن التواضع أذلة على المؤمنين، قال له أسألك بالله إن كنت تعلم من أمري شيئا من الذنوب أو الخطايا أو العيوب أن تسترها علي. هذا وارث النبي وابن النبي، عقلا وحكمة ونورا وروحانية وكل شيء. يا سلام، تحسوا تعبدوها تسمعوها راحية وفي لذيذ، بس تجربوها بحالكم. ايش زين العابدين كان رجال يأمنونها، رجال مخاره أكبر، راسه أكبر، أطول منا، لا 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 لا، لكن كان في إيمان. وقد يكون ابن رسول الله ما يطلع في قصه من سيدنا اولاد يعقوب، ان ابانا لفي ضلال مبين. معقول يوسف اقتلوا اولاد النبي واولاد النبي نسب الجسد هذا الترابي، الكلام النسب الروحي النسب الايماني. لو لك على اب يصير ابن ايمانه وابن عقله وحكمته وابن تزكيته وسلوكه.
هذا النسب الذي يرفع في الدنيا والآخرة. أما ذلك النسب قالوا ليس الولد العظيم الذي يفتخر بأبيه، ولكن الولد العظيم الذي يفتخر به أبوه. قال إذا كان تعرف فيه تستر عليها. بعدين قال له هل لك من حاجة نعينك عليها؟ وأعطاه وقدم له 1000 درهم وكسوة. قديش؟ الدرهم بيطلع 100,000 ليرة زمان على حسب زماننا، وفوق منا كمان طقم كامل للعيد. شو جاوبوا هذاك السباب الستار من حقول الحسود؟ قال له إني تائب إلى الله وأستغفر الله مما بدر مني، وأشهد أنك من أولاد رسول الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا زهرة ومشمشة من شجرة مشمش الإيمان. ما الإيمان؟ قال حسنه بالخلق. 4 مرات قال له ألا تبقى، هو أن لا تغضب. فهذا أني لابد له. الناس قديش عم يعملوا العباد مع الله مما يغضبه من كفر وإلحاد وسبات عرش وفرش ومنزل المطر. طعم يوم مشمش 50 شكل، طالع لنا وردي شكل من كل نوع 10، بيعطيهم اولاد اولاد تنوين، بيعطيهم مال وعيون وسمع وبصر. تخلقوا باخلاق الله. فهذا يكون يعني بالتوبه الصادقه، العزم الاكيد على ان نتوب من اسلامنا المنسوخ، من اسلامنا المزيف، الى الاسلام الاصيل، اسلام الجمال، جمال الروح، جمال القلب، جمال العقل الحكيم، جمال الخلق، جمال الاعمال. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما غفر في القلب وصدقه العمل. وكان الحليم أن يكون نبيا، تسأل عن أعدائك، تقابل سيئتهم بحسن، أن تقابل غضبك بحلم، أن تقابل المسيء بإحسان. هذا من الإيمان، يسموه في كتب الحديث مجاز الإيمان، مجاز رشحات. بعض إيش السنار. فهذا آمن أن يريد لك تآمن بالله وملائكة الله وكتب الله، هي آية صغيرة لسه ما لك مآمن فيها. إن الذين آمنوا من الإيمان خشية الله، مراقبة الله، أن تلاغي الله أنه معك وأنه شاهد عليك وأنه يبصر كل أعمالك كل سرائرك، يعلم ما تسرون وما تعلنون. وعلى ضوء هذا العلم يكون سلوكك وأعمالك وأخلاقك. عبد الله بن عمر كان في طريق مكة المدينة، رأى راعيا فقال له هل عندك حليب نشربه؟ قال له فيه سقى. قال له زاد شوي، قال له شراب؟ قال له انا صائم حر الحجاج وما وقت رمضان. قال له افي حر هذا اليوم تصوم؟ قال له أصوم في حر هذا اليوم
ليقيني من حر ذلك اليوم. هذا عديد يا ابني، هذا اجراءهم، هذول الفلاحين تبعهم، هذول الاعراب ارادوا ان تهنوا